يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان للمرأة شعر ينبت بين الحاجبين وعلى لحيتها، فهل يجوز لها أن تنتفه أو تحلقه؟ ذكر العلماء أن المرأة إذا ظهر لها لحية أو شارب تشوه وجهها أنها لها أن تزيله، لها أن تزيله إذا كان فيه تشويه للوجه، فإنها تزيله بما يمكن إزالته به. نعم.